أن نشارك معنا الدكتور خالد الهميل الكاتب والسياسي السعودي. أهلا بك دكتور خالد. أهلا وسهلا بك. دكتور خالد، بداية باعتقادك كيف تنظر الرياض إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة هادي وبن داغر، وما هي المكاسب التي ربما تفضي إليها مثل هكذا إجراءات؟ في الواقع أنه القرار اللي اتخذه الرئيس هادي بخصوص نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن هو قرار حكيم وجاء متأخرا، كان ينبغي أن يسبق ذلك بفترات طويلة. البنك المركزي كان تحت هيمنة الحوثي والمخلوع، صرف منه الحوثي 2 مليار دولار بعثرها على ذبح الشعب اليمني، وما كان ينبغي أن ينقل هذا البنك من سنة من بداية الانقلاب، لكن الضغوط الدولية الأمريكية أعتقد هي التي حالت دون ذلك، الذين يحاولون أن يمكنوا الأقليات ليس في اليمن بس ولكن في الدول العربية كلها من الهيمنة والسيطرة، وهذا مبعث فوضى في الدول العربية بشكل كامل. السياسة الأمريكية أعتقد هي السبب في ذلك، وقرار الرئيس هادي كان قرار شجاع، وينبغي على دول التحالف أن تدعمه بالسياسة والأمن وكل الخطوات المشروعة. تتحدث عن ضغوط مورست على حكومة الرئيس هادي ومنعت نقل البنك المركزي والإقدام على هكذا خطوة، باعتقادك هل انتهت الأسباب التي كانت تمنع ذلك؟ هل باتوا على قناعة أم أن الأمور اتخذت كما يقال أمر واقع، وضعوهم أمام أمر واقع؟ في الواقع الضغوط لم تشمل رفض نقل البنك المركزي فيما سبق، الضغوط شملت عدم تصدير البترول، قيام الحكومة الشرعية بتصدير البترول عبر حضرموت وعبر مناطق أخرى، كان ينبغي أن يسمح لها بتصدير بترولها لتصرف على شعبها ومدنها وأمتها، لكن الضغوط الأجنبية هي التي كانت تعاقب ذلك. أعتقد أن القرار هو قرار يمني شجاع صرف، وأعتقد أنه مدعوما من المملكة العربية، أعتقد مدعوما دول التحالف المملكة العربية السعودية، وينبغي أن يكون مدعوما من هذه الدول، لأن ترك البنك المركزي في 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 يد الحوثي الذي صرف أكثر من 2 مليار دولار على مذابح الشعب اليمني، هذا خير لا يستقيم مع الواقع ولا المنطق ولا الشرعية ولا الأخلاق الإنسانية بشكل كامل. طيب استاذنك بالبقاء معنا دكتور خالد، اعود للاستاذ مختار الرحبي. استاذ مختار، اذا ربما سمعت في حديث دكتور خالد يتحدث عن ان ما كان يمنع اتخاذ هذه الخطوه هو ضغوط تمارس وتحديدا من المعسكر الامريكان. فقدنا الاتصال بالاستاذ مختار الرحبي، اعود مره اخرى للدكتور خالد الهميل. دكتور خالد، تتحدث عن اهميه دعم التحالف العربي للرئيس هادي وحكومه بن داغر، وهناك تعويل حقيقه عليهم في اسنادهم في الموضوع في الملف المالي والاقتصادي والاقتصاد على شفا الانهيار. الى اي حد دول التحالف العربي وتحديدا دول الخليجيه والمملكه العربيه السعوديه هم مستعدون للقيام بواجبهم والوقوف مع حكومه هادي وبن داغر؟ يا أخي أنا أتكلم بكل وضوح، دعم الشرعية اليمنية هو دعم لدول التحالف، عندما تدعم دول التحالف الخليجي الشرعية تمكنها من استعادة صنعاء، وينبغي أن تستعاد صنعاء بالسياسة أو بالقوة، وينبغي طرد الحوثي منها بالسياسة أو بالقوة، ويجب أن لا تفرض صنعاء مظلة سياسية لإنقلابيين، هذا واحد. اثنين، أعتقد أن دول الخليج تدرك مخاطر الحوثي والمخلوع، وتدرك أنهم ركيزة لإيران، ركيزة للاستكبار العالمي الذي تدعيه إيران، وهي تمارس اللعبة مع الغرب، وهي تنبطح لأمريكا وروسيا، بل وصلت لإيران أنها تؤدي قاعداتها العسكرية لروسيا خلاف لدستورها العنصري الشيعي وليس الإسلامي. أعتقد أنه ينبغي دعم الشرعية اليمنية عسكريا اقتصاديا سياسيا أمنيا إعلاميا، لأن في هذا هو حماية للمنطقة الخليجية وللدول العربية بشكل كامل، ومنع أن تنفذ إيران والفرس والطوائف العنصرية الأخرى التي تذبح الشعب السوري والشعب العراقي والشعب وتهيمن على الشعب اللبناني بكل طوائفه. ينبغي منع هذه الطوائف والدولة الفارسية
والرفض الضغوط الأمريكية في عهد هذا الرئيس الغريب العجيب الذي رأينا كلمة اليوم في مجلس الأمن، هذا يتحدث ليس كرئيس دولة إنما كأستاذ جامعي مسترخي ينظر ورجل طيب. عجيب ربما حديث ربما خطاب ليس موضوعنا في هذه الحلقة. الخطوة التي اتخذت من قبل حكومة هادي وبن دغر إلى أي حد تعتقد أنها ستسهم في حسم المعركة سواء سياسيا أم عسكريا؟ ستسهم بشكل كبير. لماذا؟ عندما تسيطر على اقتصادها، عندما تسيطر على مواردها، عندما تسيطر على إنتاج بترولها وموارده، هنا تتمكن من الصرف على شعبها ومدنها المحاصرة وغير المحاصرة، وتعمل بشكل جيد لحصر ومحاصرة الحوثي والمخلوع في منطقة واحدة بخطوة أخرى وهو إزاحتهم من العاصمة. أنا لا أرى مبرر واحد بقاء الحوثي في العاصمة. هذه يجب أن تسقط هذه الذريعة السياسية. وأعتقد أن قرار الرئيس في نقل البنك المركزي وحكومته قرار صائب وجميل بل وعظيم. ربما الجميع متفق دكتور خالد منذ أن بدأت عاصفة الحزم أنه لا مبرر لبقاء الحوثي في صنعاء، لكن للأسف بعد عام ونصف حتى الآن ولم يستطيع أو لم يحد يستطيع حتى الآن إخراجه من العاصمة صنعاء. في موضوعنا أيضا وموضوع ردود الفعل، توقعاتك لردود الفعل المتوقعة من المؤسسات النقدية المالية العالمية، ماذا تتوقع؟ هل تتوقع أن نشهد مواقف مفاجئة ترفض هذه الخطوة؟ أولا الحكومة اليمنية حكومة شرعية، ومن عارض توجهات وقرارات الحكومة الشرعية فهو يعارض قرار مجلس الأمن الذي اعترف بالحكومة الشرعية وبرئيسها، فهذا يعتبر إخلال بقانون الدولي والشرعية الدولية. من رفض هذا؟ ثانيا الغرب يا سيدي لا يحترم الذي يهاجره، يحترم الذي يفرض رأيه. أمريكا لا تحترم من يقولها سم وينسق معها، أمريكا تحترم من يحمي مصالح شعبه. الرئيس هادي وحكومته أعتقد بهذا القرار اتخذ القرار لحماية شعبهم واقتصاد شعبهم ليصرفوا على أمتهم من الجوع والضياع والقتل اللي يمارس عليهم الحوثي والمخلوع. نتمنى أن ينعكس هذا القرار بالخير على الشعب وأن تخف تخف قليلا من الأزمة والمعاناة التي يمر بها أبناء اليمن. شكرا جزيلا لك دكتور خالد الهميل الأكاديمي والسياسي السعودي.